في سابقة من نوعها، وأكبر دليل على أن الجزائر عدو لدود المغرب. منتخب الجزائري أقل من 17 الذي كان لديه مقابلة مع نظيره المغربي في نهائي كأس العرب للفتيان أقل من 17، من بين اللاعبين الحاضرين في صفوف المنتخب الكبرانات لاعب من جبهة البوليساريو، لاعب من مخيمات تندوف. هنا دليل قاطع على أن النظام العسكري بدأ خطته الثانية وبدأ يعول على البوليساريو وعلى ميليشيات المرتزقة في دخول إلى مجال كرة القدم في منتخب الجزائري. تداولت عدة صفحات مغربية وصفحات جزائرية وصفحات تابعة للميليشيا البوليساريو، طفل 17 سنة لاعب في المنتخب الجزائري مع خرقة البوليساريو، يحمل خرقة عبارة عن شرويطة ديال البوليساريو الميليشيات في مخيمات تندوف. واللاعب منتخب الجزائري أقل من 17 مع علم البوليساريو. وهناك من كتب: الجزائر عدو شعبا وحكومة لا تجمعنا معهم شيئا. شفنا أيضا ديك التدخلات العنيفة اللي كانت في حق المنتخب المغربي، شفنا أيضا فيديو وأحد على ما أظن أنه من البوليساريو، من ميليشيا البوليساريو، يتباهى بدم المغربي على قميصه ويقول لمن يصوره: هانا أشنو درت ليه. يعني دليل قاطع على أن الشعب الجزائري انجر وقام أيضا بالرزوخ والرضوخ إلى كبرانات الجزائر، أصبح أيضا يحقد على المغرب ويحقد على الشعب المغربي. ولكن هيهات ثم هيهات، المغرب في صحرائه وصحراء في مغربها، ولا عزاء للكبرانات العجزة. نكتفي بهذا القدر. الصحراء مغربية وستحيا مغربية وتكون مغربية إلى أن يرت الأرض ومن عليها. هذه نقطة نهاية أيها الكبرانات المغفلون.